الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الاكارم، مشاهدي تلفزيون حضرموت، من هنا من ختم مسجد ورسمة وبرنامج يا عواد، ناتي واياكم الى حلقه جديده من برنامج يا عواد، ومن هنا من منطقه الشرج الجميله، هذه المنطقه الاقتصاديه صراحه. خلونا نقول اليوم نبدا اولى فقراتنا، فخليكم معنا. كارم، نلتقي الآن برئيس حي العمال، الأستاذ صالح سيد مهندس صالح سيد محسن. الأستاذ صالح، طبعا اليوم ختم مسجد ورسمة وهذه الفعاليات الجميلة، انطباعاتكم وشعوركم؟ طبعا هذه فعاليات في كل عام تقام طبعا، وعمل هو لعملية عملية إعطاء الأطفال البسمة في ظل أوضاع معروفة، يعني مأساة كثيرة سواء كان من كهرباء ومياه وغيره، ولكن نحن كيف نقدر أن نعطي الأطفال نوع من الابتسامة، أن يخرجوا من الضيق الموجود عندهم في البيوت؟ هذا واحد. اثنين، يعني عملية ترفيهية لكل الناس سواء كان أبناء المنطقة، وعملية تبادل يعني الناس في الأسر، تأتي دي عنده ودي عنده، يعني فيها في نوع من الفرحة ونوع من التلاقي والتآلف والتقارب. شهر مبارك علينا هم عند الأمة الإسلامية، ونشارك زملائنا وأخواننا أهلنا، لأنه نحن من أهل المنطقة نعتبر في 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 الشري وفي مسجد ورسمة وخاصة، والفرحة للأطفال وللكبار. أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعطانا قدرا، يا إله الأنبياء أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي. مشاهدينا الكرام، من ضمن اللقاءات نلتقي بالكابتن أحمد ناصر الكلدي. كابتن، طبعا شهر مبارك، العام طيب، اخواتي مبارك ان صح التعبير، جميع ان شاء الله وعلى المسلمين باذن الله، وربنا يعيد علينا هذا الشهر ونحن في اتم صحه وعافيه، واحوال البلاد تكون افضل من هكذا الوضع ان شاء الله. امين يا رب. كابتن، طبعا اليوم ما شاء الله انطباعات وفعاليات جميله، يعني ورايناك تشاهد ذلك، يعني فعلا من الامور الجميله الان اللي احدثت او استحدثت في الاختاب اللي تحصل في مساجد الاحياء بالمكلا، بعض المشاهد او المعبره اللي تعبر عن واقع حالنا. كل عام وانت طيب يا استاذ. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. قناه حضرموت، الله ان شاء الله يعود علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. امين. الايام الاخيره ان شاء الله من رمضان. استاذ جمال، طبعا في فعاليات ما شاء الله الشباب تحت، وانطباعاتكم صراحه حول برضو ايضا اللمه التي تصير في البيوت وهكذا الاشياء الجميله، يعني طبعا هذه الايام الاخيره وخصوصا هذا اليوم في مسجد ورسمة، هذا اليوم يكون الاسر تلم بعضها البعض، تاتي وتتزاور لاعاده الذكريات الجميله السابقه. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفا، عنا قلبي له باغى شوقا إليه. ناصر محمد سعيد بشنتوف. شهر رمضان طبعا الذي أنزل فيه القرآن، وشهر الخير وشهر الفضيلة، وربنا إن شاء الله يجمعنا احنا بكم السنة القادمة إن شاء الله. يلقت مصر النبي الأمين،
هي القدس يا إخوتي المسلمين، بكم تستغيث فلب النداء وهب لنجاتها مشرعين. انطباعاتك وانت الآن ما شاء الله في أول سنة لهذه الحبوبة يعني؟ والله انطباعات جميلة، وفي البداية أشكركم قناة حضرموت، أشكرك باسل على الاستضافة هذه الحلوة، ووجودكم كفاية يعني، ونقول لكم خواتي مباركة وتقبل الله منا منكم ما شاء الله تبارك الله، يعني الختم حلو جدا وفرحة السقل وأوضاع هذه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، ربي يحفظهم لكم إن شاء الله، يحسن أوقاتهم. اسمك؟ هديل حاصع رواد اسلام سلم. هديل، وانت؟ سعيد سالم احنا سالم العامري. ايوه يا هديل ويا سعيد، نشوده مع بعض ولا كل واحد لحاله؟ كل واحد لحاله. يلا نسمع إلى هديل، انشودة بدوية ولا انشودة عادية؟ عادية. يلا نسمع. نبينا محمد وأمه آمنة وأبوه عبد الله، مات ما رأى وجده ربه، أبو طالب عمه عم بيحفف عنه، وسيدة حليمة مرضعة نبينا، وولد في مكة وتوفى في المدينة. يا ليلي ويا ليلة وش 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 يتسمى، هو قالوا يلالا صعيقه في قلبي ضمة، أحب يطي وطيق الفور وأحب يقصه لنعم. مشاهدينا الكرام، مشاهدي تلفزيون حضرموت وبرنامج يا عواد، ومن هنا من ختم ورسمة بالشرج هذه الفقرة لعبتك علينا طبعا، ومعانا الأطفال هذولا. اسمك؟ عبد الله محمد المحمدي. عبد الله، وانت؟ سالم لطفي من خاشن. عبد الله وسالم، اللعبة كالتالي: بر بحر جو، واضح؟ بحر ضفدع. بر ديب. بر سيارة. جو سحاب. عبد الله تأخرت، وسالم ما شاء الله قال دولفين وفاز معانا بفقرة لعبتك علينا. الآن سوف نذهب نحن معا إلى بسطة ونشتري لك إحدى الألعاب. وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام مع سالم، وهذه البسطة التي وصلنا إليها. اختار اللعبة يا سالم. يم هناك، هذه دي ايش؟ هذه عبارة عن ايش؟ لعبة. لعبة واتلقي تفر اندري من في الدار بتفقدها. سالم طبعا الآن اختار هذه اللعبة أمامكم. ألف مبروك يا سالم، وقل للمشاهدين مشاهدي تلفزيون حضرموت، قل لهم يا عواد. يا عواد. مشاهدينا الكرام، مشاهدي تلفزيون حضرموت، الآن ننتقل وإياكم إلى هذه الفقرة، فقرة عالم الفنون الجميلة، وهو راعي هذا البرنامج يا عواد من هذا الختم الجميل أيضا، ختم مسجد ورسمة بمنطقة الشرج. طبعا نلتقي بهذه الحبوبة. اسمك؟ عائشة عبد العزيز غزي. عائشة، عائشة طبعا معانا لك سؤال، إذا جاوبتي بتتحصلين على جائزة مقدمة من عالم الفنون الجميلة، طبعا هذا هو راعي برنامج يا عواد. من الصحابة يا عائشة ذكر اسمه في القرآن الكريم؟ طبعا في الصحابة كثير جدا، لكن هذا الصحابي الجليل ذكر اسمه في القرآن الكريم. طبعا إذا بتفكرين مع 10 ثواني فقط للتفكير، وبعدها نتحول لشخص ثاني.
زيد بن حارثة. زيد بن حارثة. أيوة. زيد بن حارثة الذي ذكر اسمه في القرآن الكريم. متأكدة؟ أيوة. خلاص؟ أيوة. وتخسرين هدية؟ عادي. عادي؟ متأكدة من جوابي. عالم الفنون جميلة. متأكدة من جوابي ما بتنازل عنه. ونحن كذلك متأكدين إنش ما بتخسرين هذه الجائزة. فعلا الصحابي الجليل هو زيد بن حارثة رضي الله عنه. وعائشة تحصلت معنا على هدية مقدمة من عالم الفنون الجميلة راعي برنامج يا عواد. شكرا عائشة. بغناش تقولين للمشاهدين الكرام كل عام وانتم بخير ويا عواد. كل عام وانتم بخير ويا عواد. عندي سؤال، إذا جبت سوف تتحصل على جائزة مقدمة من عالم الفنون الجميلة راعي هذا البرنامج برنامج يا عواد. النبي عليه الصلاة والسلام كم صام رمضانات؟ كم رمضانات صامها صلى الله عليه وسلم؟ 9 رمضان. كم؟ 9 رمضان. الإجابة فعلا صحيحة، 9 رمضانات صامها النبي صلى الله عليه وسلم. وتحصلت معنا على جائزة مقدمة من عالم الفنون الجميلة راعي برنامج يا عواد. مشاهدينا الكرام فقرة عالم الفنون الجميلة، ومعانا هذه الجميلة اسمك؟ أمة الرحمن. من؟ أمة الرحمن. أمة الرحمن من الشرج؟ نعم. طيب يا أمة الرحمن، إذا صوتك حلو وانشدتي بصوت جميل وأداء جميل فتتحصلين على جائزة مقدمة من عالم الفنون الجميلة. يلا إذا كان صوتك جميل يلا نسمعك. أوه لي لا لا لي 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 أحبك يا جمر بين الكواكب والقلب اللي فيها أحلى قانا والنعشة لكلها أطفالي ومواهب مر بين الكواكب قلبي فيها ذايب. هذه الهدية مقدمة من عالم الفنون الجميلة لأنك أنت جميلة تستحقين أيضا عالم الفنون الجميلة. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، مشاهدي تلفزيون حضرموت برنامج يا عواد، طبعا ناتي وإياكم هنا إلى ختام هذه الفقرات وهذه الفعاليات الجميلة من برنامجكم يا عواد.